مننا بيحب يطفي النار بيعمل ايه؟ بيجيب ميه بيطفيها بيها. تخيلوا المعصيه والخطيئه عامله زي النار، ممكن تاكل الانسان وتدمره. تيجي الصدقه تبقى عامله زي الميه، الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. برحب مره ثانيه بضيفنا الشيخ احمد، اهلا وسهلا. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك ويسترنا. ازاي الصدقه تطفئ او يعني تمسح الذنوب؟ اصل هي النار، الذنوب ما هي الا نار. النار بتعمل ايه؟ النار عياذا بك اللهم، يعني لما بنشوف النار في حريقه ولا بتاع، بتبدا تاكل في الاشجار وتاكل في الحاجه والاثاث والى اخره، يعني تاكل الحطب زي ما بيقولوا، تاكل الشجر، صح؟ فلا تاتي على شيء الا اكلت. طب الذنوب بتعمل ايه؟ بتاكل حسنات. فهو التشبيه هنا ايه؟ ان الذنوب عامله زي النار بالظبط. الذنوب بتاكل من حسناتك وانت مش واخد بالك. ذنب مع ذنب مع ذنب، فين يا عم الحسنات؟ من النهارده ما هو الذنوب كلتها، ما الذنوب عماله تاكل، جعانه عماله تاكل وفاتحه بقها قد كده وانت سايبها وعمال تكمل. فده طب اعمل ايه؟ هات شويه ميه. طب الميه هنا اللي هو ايه؟ اللي هي الصدقه. الصدقه تبدا تتصدق. كان سيدنا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تبارك تعالى عنه وارضاه، سيدنا علي بن حسين كان له حال عجيب مع الله عز وجل، وكان له حال عجيب مع الصدق بالذات. وكان دايما يبخل، يقولوا ايه ده؟ بخيل، ما بيشوفوش بيتصدق. لكن لما يجي اذا جن الليل علي، تلاقيه بقى هو له حال مع الله وحال مع نفسه وحال مع الفقراء والمساكين. فاذا ما جن علي الليل، ياخد بقى الدقيق والشويله وبتاع ويبدا يروح يخبط على الفقراء والمساكين وما إلى ذلك. وبعد ما يوصل بالليل محدش شايفه، هو بقى يمشي كده يردد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. يمشي كده يردد الكلام ده، والناس عاملين يقولوا إيه؟ يا بخيل. فالشيطان ما جالوش وقال له: يا عم ما تقول لهم باللي أنت بتاع، ولا لا سيبهم يقولوا، أنا أصلا أخد إيه من الناس. فلما مات وجدوا أثر الحبال على ظهره، عارف الحبل اللي هو بيشيل بتاع الشوال ده، موجود كده علامات كده. فسألوا في ايه؟ وجدوه كان يعول ألف بيت. ألف بيت، ولكن هو كان يردد يقول ايه؟ إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. طيب نبدأ بقى كده ايه بأول تقرير خير في حلقتنا النهاردة، مؤسسة فذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة فذكر جاءت إلى قرية بني حلة بمحافظة بني سويف مركز سمسطة، بسبب مناشدة أو طلب من فاعل خير من أهل القرية، دلنا على حالة من الحالات اللي احنا هنسجل معاها وهنصور معاها حالا. فتلبية لطلبه ورغبته جاءت مؤسسة فذكر، قطعت المسافات الطويلة ديت عشان نسجل مع اسمك. آية بالخير. آية أبو الخير، عندك كم سنة؟ عندي 19. عندك 19 سنة. بتدرسي؟ أيوة، كنت في المدرسة في سنة ثالث. كنت في المدرسة وسبتيها؟ أيوة، عشان أنا مش قادر إني أكمل. أنا كنت عاوزة أكمل تعليم وكده. أبويا إحنا 7 بنات ومش قادر يعني أكمل. يعني انتوا عددكم 7 بنات، كلكم بنات. بسم الله ما شاء الله. ووالدك عنده كم سنة؟ أبي عنده 42 سنة. بيشتغل ايه؟ استرزاقي كداتي على الله. على الله. ووالدتك؟ برضو بتشتغل زي. بيشتغلوا في ايه؟ في الفلاحة، يروحوا يشتغلوا يجمعوا طماطم يجمعوا فلفل كده. انتوا معظم القرية يعني ده شغلها؟ ايوه. في الخضار والفاكهة؟ ايوه كله بيشتغل. ايوه. وانتوا والسبع بنات في بيتعلموا ولا؟ في بيتعلموا وفي لا، مش كلهم يعني، مش كلهم بيتعلموا. انت اكبر واحدة؟ ايوه انا اكبر واحدة. اتخطبتي ولا لسه؟ ايوه اتخطبت. مخطوبة؟ بقالك قد ايه؟ بقالي 6 شهور. بقالك 6 شهور. وجهزتي ولا لسه؟ لسه، ما ابويا مش قادر ان هو يجيب حاجات، اصل هو لسه مجوز واحدة بقالها يجا سنة. يعني انت مش اكبر واحدة؟ صغير، هي اللي اتجوزت الاول. ايوه، يعني هي اصغر منك بس اتجوزت قبل منك. قولي لي ايه
هي كده خلقت ربنا. يعني انت مولوده كده؟ ايوه مولوده كده. دي عامله فيها عمليات. دي عملتي رهاني؟ أيوه. دي عملتي فيها عمليات؟ اه عمليات ليه؟ عشان دول كانوا لازقين في بعض كده، عملت عمليه تجميل فيها. اه يعني اصلا انت مولوده بدي ايدك اليمين كانت الصوابع ملزوقه. ايوه. فعملتي فيها اربع عمليات. ايوه. صباع عمليه عشان يفك عن التاني. ايوه تمام. والتانيه ديت ما قالوا لي ملهاش اي حاجه، هي كده يعني دي كده يعني مولوده بيها. ايوه. اه طيب مولوده بيها. اه انت بايديك دي بتشتغلي؟ بشتغل. اه وانا بصراحه مش بشتغل، بس بقضي في مصالح مثلا في البيت. يعني بتعرفي تطبخي؟ ايوه بعرف. يا سلام. يعني بتقطعي تخرطي بصل وبتاع وكلام زي كده؟ لا. امال بتطبخي ايه بقى وليه؟ بطبخ اي حاجه سهل. اه يعني مثلا ممكن هم يجهزوا لك لو في واحد. ايوه وانا امسك بايدي دي. اه تمام. مثلا تخرط لك البصل. ايوه وهي بتجهز لي وانا اعمل. لو انتوا بتطبخي مثلا شويه كوسه ولا. ايوه اختي اللي تجهز لك الحاجه وانا اقلب بايدي دي. اه وانت تقدري من خلال ايدك دي، يعني مثلا ايدك دي بتقدري تاكلي وتشربي بيها؟ ايوه بايدي. آه دي بس يعني الصباعين دول شغالين. ايوه. اه بتقدري تمسكي معلقه بتاع مش عارف ايه كده يعني. ايوه باكل بيها بعمل بيها. طيب طلباتك ايه يا آية؟ طلبتي ان هم يجهزوني عشان ابويا مش قادر ان هو يجهزنا، عشان احنا مثلا سبع بنات ومش قادر ان هو يصرف علينا ولا يجيب لنا حاجات ولا يعمل اولا. ربنا يا رب يعيننا ويعينكم ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن انت قلتي اه كلكم بنات. كلكم بنات. ايوه كلنا بنات. في واحده بس اللي متجوزه. تمام. والسته لسه ما اتجوزوش. تمام. انت اللي مخطوبه ولسه ما حدش مخطوب تاني؟ التانيه عندها 15 سنه لسه. مش مخطوب. دي سنها لسه مش موافق. والتانيه عندها 13. اصغر حد عنده كم سنه؟ سنتين. طيب زي ما سمعنا مناشده آية، وزي ما شفنا ظروفها الصحيه من خلال ايدها ديت. تمام. طبعا بسبب ظروف ايديها ديت هي طبعا غير قادره على العمل، اخواتها كلهم بيشتغلوا، هي طبعا بتحاول على قد ما تقدر، يعني اللي بتقدر عليه في شغل البيت بتعمله. المفروض ان انت قدامك مهله قد ايه عشان تتمموا الفرح؟ ما كانوا بيقولوا سنه، انا مخطوبه بقالي 6 شهور وكان بيقولوا ست يعني سنه. يعني انت عايزه تقولي لي ان كده باقي لك 4 شهور على المهله؟ 4 أو 6. يعني يا اما 4 شهور أو 6 شهور على المهلة اللي والد آية متفق مع العريس عليها. فعايزين ان شاء الله باذن الله تعالى في خلال 4 شهور الباقيين او 6 شهور الباقيين ان احنا ان شاء الله نكمل اللي ناقص. ناقصك قد ايه او ايه اللي ناقص في جهازك؟ انا جبت عليات الحاجات اللي هي الرفيعة الصغيرة دي، الحاجات الكبيرة كلها انا ما جبتهاش. يعني اللي موجود في جهاز آية الحاجات الرفايع، يعني البلاستيكات والحاجات. ايوه هم ده اللي الحاجات البسيطه دي، هم ده اللي جبتهم. الحاجات الكبيره كلها ما جبتهاش. طيب يبقى اللي جابته آية في جهازها او اللي قدروا يجهزوا اهلها يجهزوه يوفروا الحاجات الرفايع الايه البسيطه. فنناشد اهل الخير ان شاء الله انهم هم يساهموا في تجهيز آية ويدخلوا عليها البهجة والسرور والفرح إن شاء الله. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله، ويكرمكم ويبارك لكم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-97-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. عايزين تعليقك يا شيخ احمد. لسه بنقول اهو سيدنا زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. حالة زي الحالات اللي احنا بنشوفها دي، على فكرة دي صدقات سر والناس مش واخده بالها، اللي هو انا ما فيش حد مطلع. عندي حساب بنكي وعندي ما شاء الله التطبيق بقى دلوقتي موجود اللي هو انستا بي، ورب بحول ووصلت خلاص. فمين مطلع عليك؟ عملت كل ده ليه؟ عشان الناس تقول ما حدش شاف. فانا فعلت ذلك لله تبارك وتعالى.
فشوفوا يا اخواننا لما يكون زي وهو يعني سبحان الله زين العابدين ده حد يعني عظمة، لما نعرف سيرته الناس تتعجب لسيرته العطرة رضي الله عنا به وعنه، ونفعنا الله بعلومه وعلوم آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم في الدارين، اللهم آمين. فكان يقول بقى الكلام ده، طب جاب الكلام ده منين؟ من حبيبه من جده صلى الله عليه وسلم، ان صدقة السر تطفئ غضب الرب. احنا لسه قلنا زي المية بالظبط، انا ذنوبي بتاكل حسنات. انت ممكن الانسان يموت ويجي يلقى الله وما لهوش ولا حسنه، هو ظن ان عندي حسنات بس من كتر الذنوب. الذنوب عمال ايه؟ عمال تاكل كما تاكل النار الحطب. فانا محتاج ان انا اقول لها اقف شويه بقى، فاتصدق اطيع ربي سبحانه وتبارك تعالى. فالنبي يقول ادلكم بقى على كل الحاجه اللي لو سطرت واحده ست زي دي ان شاء الله باذن الله توقف النار دي وتمحو ذنبك باذن الله. نشوف كمان تقرير ومؤسسة فذكر ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زالت مؤسسة فذكر مع حضراتكم ومع إخواتنا وأهلينا في قرية بني حلة في محافظة بني سويف، ومعانا دلوقتي حالة جديدة من الحالات اللي قابلتنا، هنتعرف عليها ونعرف مشكلتها إيه. ازيك يا حاج؟ سلامك يا شيخ. كويسه الحمد لله. الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي حميد. ام ايه؟ ام هبة وام زينب وام هاجر وام مانجا وام فاطمه. يعني انت عندك كام؟ معايا خمس بنات. معاكي خمس بنات. تمام. وجوزك فين؟ جوزي متوفي الله يرحمه. من قد ايه؟ بقاله ست سنين. بقاله ست سنين ومعاكي خمس بنات. الخمسه اسمائهم واعمارهم او سنهم؟ عندي واحدة عندها 19، واحدة عندها 18، واحدة عندها 15، واحدة عندها 17، واحدة عندها 9 سنين. ربنا يا ربي يبارك لك فيهم. الحاجة حميدة معاها جواز مرور أو جواز دخول للجنة مجانا. خمس بنات أبوهم توفي من ست سنين، حملت هي راية الكفاح والجهاد وبتكافح وتجاهد عليهم. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وأعنها إنها جوزت كم واحدة؟ مجوزة اتنين بس، عليا كده عليا 50,000 جنيه وفرفين عليا الشيكات. هنعرف حالا. ربنا أكرمها وعنها، جوزت اتنين من البنات. متجوزين بقالهم قد ايه؟ لهم سنة. هماتش ليهم سنة، يعني إذن هي اللي شالت الحمل كاملا بعد وفاة والدهم الله يرحمه. الستات اللي زي دي تاج يتشال على الراس، وأنا كنت لسه بقول لحضراتكم من شوية معاها جواز مرور للجنة ببلاش، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الراجل أو الست اللي هو من عالى، حضرة النبي ما حددش راجل أو ست، من عالى ثلاثا من البنات، ثلاث بنات، فأوهن وأدبهن وعلمهن وأنفق عليهن حتى يتزوجن كنا له حجابا أو سترا من النار. الحجة حميدة ربنا يبارك فيها يا رب جوزت بنتين، هنعرف منها إيه اللي حصل. أنا والله جهزتهم، كنا بنشتغل يعني وبنعين بعضينا وجينا فزنانا يعني وكدتي، فجينا رحنا جبنا جهاز البنات. يعني جهزتيهم قسط؟ ايوه. تمام. طبعا رفع عليا الشيك عشان انا مش قادره اسدد يعني، وبشتغل في الجبل انا وهم. بتشتغلي في الجبل؟ ايوه. تشتغلي ايه في الجبل؟ بنجمع طماطم فلفل، نشتغل يعني زرع يعني في الجبل. زرع مش في الحجر ولا انتوا عندكم قريب منكم هنا؟ ايوه. تمام. في مزارع في الجبل. أيوة. فبتروح تشتغلوا في جمع الطماطم في الفلفل بتاع. جميل. تمام. أيوة. بنروح بقى انت والبنات اللي ما اتجوزوش، يعني الثلاثه اللي لسه ما اتجوزوش. أيوة. بيشتغلوا معاكي؟ ايوه. ربنا يبارك لكم يا رب. تمام. رفع علينا بقى الشيك، فاحنا مش قادرين نسدد بقى، يا ربنا يسدد عنا وعن الناس كلها يا رب، وربنا يبارك فيهم يا رب، ويصلح حالهم ويستر عليهم، يساعدونا باي حاجه يا رب. يعني حضرتك التليين ومش قادره اجهزهم. طيب يعني حضرتك عرسان وانا مش قادره اجهزهم. يعني حضرتك مديونه؟ ايوه. ب 50,000. ب 50,000. والراجل اللي انت كنت بتاخده. أيوة. من عنده الاقساط
أيوة. تراكم عليكي أيوة. المبلغ أيوة فمصبرش عليكي رفع عليكي قضيه أيوة رفع علي أيوة. بالحبس ايوه ايوه واخد عليكي حكم بالحبس ايوه ومعايا جيب بتاع ده بيان من المحكمه يعني محتاجين يعني الجماعه جيبوا لهم يعني وكده حاجه حميده احنا صورنا مع حضرتك عشان التقرير ده هيتذاع على التلفزيون حضرتك موافقه نذيع ربنا يستر عليكم حضرتك موافقه نذيع يا عمي سيب على الله ربنا يبعت لكل واحد باب رزقه موافقه نذيع سيب على الله طيب الله المستعان ان شاء الله رب العالمين هنستأذن حضراتكم اهل الخير اللي بيتابعونا وبيشوفونا مؤسسه فذكر ارقامها موجوده قدام حضرتك على الشاشه رجال الاعمال واهل الخير والناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلهم سبب في رسم البسمة والفرحة على وجوه مثل هذه السيدات الغارمات عايزين نسارع ونسدد لها دينها مش بس كده لا ونشارك ان شاء الله في ان احنا نستر كمان الثلاث بنات اللي باقيين معاها ان شاء الله مؤسسة فذكر دايما بتذكر حضرتك بفعل الخير ودايما بتدل حضرتك على الناس اللي محتاجة للخير نعم يا ست بنتي بيجي ولادي الجوز بيجي لهم عرسان انا مش قادرة اجهزهم انا برفضهم عشان انا مش قادر انا حاضر. مش قادر حاضر حاضر سامعين البنات بيجي لهم عرسان هي مش قادرة يعني تفتح الباب لحد عشان طبعا ظروفها ضيقة فمش قادرة تجهز وكمان لسه عليها دين ومعرضة للحبس طبعا مؤسسة فذكر بتذكر حضراتكم دايما بفعل الخير وان احنا نمد يد العون لاخواننا واخواتنا المحتاجين يلا سريعا ان شاء الله نلبي لهذه السيدة طلبها ان شاء الله رب العالمين ربنا تقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب شارك معنا واتصل بينا على الارقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت شفنا حالة الست حميدة أنا نفسي والله يا أستاذ دعاء يعني إن شاء الله بإذن الله ما يمرش وقت إلا وقد سد دينها محتاجين ناس أهل الفضل يا أخواننا فين يعني ما لن نعدم خيرا أبدا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام يعني أمة سيدنا فيها خير كبير جدا فأنا مش بقول لكم أنا بقول لكم روحوا شوفوا يعني واحد يقول أنا خلاص أنا استحقت علي حاجة فين الشيكات مين اللي عليك تفضل يا حاج هات الشيكات قطعنا خلصنا شكرا خلاص قضيت دينها ونسأل الله أن يتقبل منك أنت بتعمل ده لله محدش عارفه خلاص نسأل الله أن يتقبل منك بس احنا محتاجين ضروري جدا وإن شاء الله الست دي يكون باب لينا للجنة إن شاء الله بإذن الله هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معنا هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا التقرير من أحب التقارير إلى قلبي لأن ربنا في القرآن قال آية هذه الآية لو استعشعرناها حقيقة بقلوبنا لتحركت أجسادنا وحواسنا تجاه تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى في القرآن الله في سورة التوبة يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إذن الذي يعمر بيت الله عز وجل أيا كان هذا النوع من العمران أو من التعمير سواء تعمير معنوي أو تعمير حسي تعمير المعنوي أنك أنت تعمر المسجد بالذهاب إلى الصلاة فيه وتعمير حسي أنك أنت تساهم في بناء مسجد أنا عايزك أخي المشاهد الكريم كمان تتخيل معايا
أن هذا المسجد قد عمر بإذن الله بالمصلين، لسيما وإحنا في عزبة حسين سليمان، تقريبا هو المسجد الوحيد الذي يبنى الآن في هذه العزبة، ولا يخدم عدد كبير جدا بإذن الله من إخواننا من المسلمين من المصلين. كل تكبيرة في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تهليلة يعني تقول لا إله إلا الله في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تحميدة لو قلت لو واحد قال هنا الحمد لله، كل دعاء في ميزانك. أنا بقول لحضرتك دلوقتي وأنا والله بأسأل الله وأنا في بيته إن إحنا نساهم بالفعل في هذا البيت علشان يبقى لي حسنات وليك أنت كمان حسنات. المسجد زي ما كما ترون حضراتكم اللي ورايا دي الآن هو المحراب، دي حقيقة لسه ليس في المسجد إلا حصيرتين فقط. شايفين الصورة عاملة إزاي؟ المسجد كما ترون غير مسقوف إطلاقا، وإن شاء الله أحد إخواننا المسؤولين في المسجد هيذكر الاحتياجات بتاع المسجد. المسجد بالطوب الأحمر لازال على هذه الهيئة، لازال المسجد بكر، محتاج منك أي حاجة تقدر، طن حديد، طن أسمنت، اللي تقدر تقدمه قدمه. مؤسسة فذكر زي ما قلت لحضرتك بتبحث عن الأعمال التي تنفعني وإياك في الدنيا وتنفعنا كذلك بين يدي الله عز وجل في الآخرة. أكمل معك التقرير بإذن الله مع أحد المسؤولين في المسجد، يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم، ونحن في منتصف مسجد السلام زي ما ذكرت لحضرتك بالضبط في التقرير. معنا أحد إخواننا المسؤولين عن المسجد واللي بيتابعوا بناء المسجد من أول طوبة علشان تسمع احتياجات المسجد ايه واللي تقدر تقدمه قدمه. لا تحقرن من المعروف شيئا زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا كمان اتقي النار ولو بشق تمرة. اوعى تحقر عمل من اعمال الصالحة ولو اقل القليل. اخواننا في المؤسسة هيفتحوا لحضرتك باب التبرع بوسائل سهلة جدا، بفيدافون كاش، بنستباي، باي وسيلة تستطيع انك انت تتبرع لبيت الله عز وجل ولو بالقليل من خلال مؤسسة فذكر. معنا سيدنا الشيخ محمد يقول لنا المسجد محتاج ايه تفصيلا. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى المسجد محتاج للسقف كامل، والسقف هياخد 9 طن حديد و35 طن أسمنت، والخراطيم الكهرباء والبيبان، وزي ما حضراتكم شايفين المسجد كده فضل الله سبحانه وتعالى ما فيش سقف ما فيش. فالربنا سبحانه ربنا هنا في الدنيا بيقبل منك بالذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عايزين نكمل بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان نعمر بيت ربنا، عشان ربنا عمر بيوتنا إن شاء الله. وفضل الله سبحانه وتعالى يعني الناس هنا ناس حالتها على قدها، فضل ربنا سبحانه وتعالى يقدروا حديد اسمه، يعني احنا اللي يجيبوا أي حاجة، البيبان، خراطيم الكهرباء، أسلاك الكهرباء، الأشياء اللي هي يعني بتتم زي ما الإنسان بيبني بيت لنفسه، فكذلك لو يبني بيت لربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا الشيخ تفضل كده بيت في الجنة، يعني طوبة ذهب وطوبة فضة، لو لميت الكون كله ما يقدرش يبني الملاط مسك. ويعني فاللي يا ربنا سبحانه وتعالى يقدر يساهم بأي حاجة، حتى لو مش لو عانى الدل على خير كفاعل، لو دليت أخوك على الخير ما يعني ما معكش الذين لا يجدون إلا جهدهم. فإحنا الناس بتجتهد وناس ما شاء الله ربنا يبارك فيهم في المؤسسة جايين من مشوار وجايين في الشمس وجايين وبيتحملوا كل ده، بيبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. اللي بيعمر بيت ربنا في الدنيا ربنا بيعمر بيته في الدنيا، اللي بيفتح للناس أبواب الرحمة ربنا بيرحمه في الدنيا وفي الآخرة. عايز أقول لحضرتك لو عايز تيجي تشوف بنفسك المسجد محتاج إيه، تواصل مع المؤسسة تبعت لك اللوكيشن، وتستطيع أنك أنت تصل المسجد هنا تشوف المسجد محتاج إيه بالضبط. لو عايز تتعامل مباشرة مع الناس مفيش مشكلة عند المؤسسة، المهم ان المسجد بإذن الله عز وجل يكمل علشان انا وانت نرتفع ونرتقي عند الله عز وجل. كذلك انا بوجه رسالة خاصة لإخواننا من رجال الأعمال وأهل الفضل المقتدرين، بدل ما تبني مسجد، المسجد مبني ومحتاج كل حاجة من الألف إلى الياء، تشطيب حقيقة أكثر من عظم المسجد اللي هي الحيطان والعمدان ونحو ذلك. الحيطان والعمدان معمولة بفضل الله عز وجل، لكن التشطيب بيحتاج كتير جدا. مسجد السلام في عزبة حسين سليمان الجديدة، عزبة حسين سليمان الجديدة
مسجد السلام في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف بيخدم عدد كبير جدا ما فيش غير المسجد ده. يا رب يتقبل مني ومنك بإذن الله عز وجل. أنا بس كنت عايز أستأذن إخواننا إن إحنا نصور يا سيدنا ونزيع. تفضل تفضل. يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. طبعا المساجد من مشروعات مؤسسة فزك. يعني سيدنا النبي بيقول يا أستاذ دعاء خير بقاع الأرض المساجد، أفضل بقعة لأهل المسجد. فتخيلي بقى اللي أنا بتصدق لأفضل بقعتي، يا سبحان الله. يعني كم أنا بس محتاج الناس أنها يعني تبدأ تستشعر معنا أن أنا بتبرع يعني أفضل بقعة. أفضل بقعة هو مسجد. أنا بتبرع أتصدق لبيت من بيوت الله تبارك وتعالى. انا بعمل ده عشان الناس تعرف تصلي، عشان الناس تبدا تستريح في هذا المسجد، عشان يبقى هيعلم قرآن، عشان الناس هتذكر فيه، عشان الناس هتلاقي فيه الركع السجود. يا سلام، كل ده في ميزان حسنة. وده طب يا مولانا صدقه، صدقه جاريه. طول ما انت بقى عايش في صدقات ما شاء الله، وتلاقي ربنا منع عنك الاذى، وتلاقي ما شاء الله في شقفات، وتلاقي بفضل الله تلاقي في حاجات تمنع عنك كده بسبب الصدقه القديمه اللي انت تصدقت بيها ونسيتها، بس ربنا ما نساهاش سبحانه وتعالى. بشكرك يا شيخ احمد ومشاهدينا. اسيبكم اخر تقرير في حلقتنا النهارده مع مؤسسه فذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما زالت مؤسسه فذكر مع اخواننا واهالينا من قرية بني حلة بمركز سمسطة بمحافظة بني سويف، ومعانا حالة حالا هنتعرف عليها مع حضراتكم. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله من الحمد لله. الله يبارك لك. عبد الفتاح راشد احمد خليفه. عندك كم سنه؟ 45 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يبارك فيك. متجوز؟ ايوه عندي ثلاث خمس اولاد. خمس بنات. تمام. ربنا يا رب يبارك لك فيهم. انت عارف ان البنات دول رزق. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ايه اللي حصل معاك؟ حصل معايا انا كنت راجل ارزقي على الله، وكنت شغال في مصر وفاتح بيتي والحمد لله، بس الحمد لله قضاء وقدر. يعني وانا شغال في السبتية الحديد وقع عليا قطعلي رجلي الاثنين، واحده فوق الربه واحده تحت الربه. كنت بتشتغل في المحلات بتاع الحديد اللي هي في السبتية. تمام. اللي هي السقالات والحاجات اللي زي كده، الحديد الصاج، الحديد اللي هو بتاع الاسانسورات والحاجات دي. ايوه. ولما وقعت علي الحديد وانا شغال رجلي الشمال دي اتقطعت ساعتها، ودي قعدت بعدها ب 15 يوم وقطعت. ربنا يعافيك ويعفو عنك يا رب ان شاء الله. الحمد لله، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ويعني اهل الابتلاء او البلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم عشان يكونوا من اهل الجنه ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب احكي لنا يعني يومك بيمشي ازاي. انا ارزقي على الله، لا ليا لا مثلا لا ورث ولا حاجه، يعني على الله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقني بيه. العمليه على الله كلها يعني. طيب يعني انت بتقدر تتحرك وتروح وتيجي ولا برضو فيها صعوبه؟ انا محتاج تروسيكل صيني وكرسي بالكهرباء، بحيث ان انا ما الجاش لحد انه يشيلني ولا واتحرج مع حد انه يشيلني ويطلعني ويدخلني. محتاج كرسي كهرباء ومحتاج تروسيكل صيني ان انا اساعد بيه على اكل عيش للاولاد. الاولاد لسه صغيرين. والزوجة بتشتغل ولا ست بيت ولا؟ لا ما بتشتغلش، ست كبيرة يعني. لكن يعني مش عايز اقول لك احنا ربنا ما بينساش حد، بس يعني
العيشة ماشية ازاي او الامور ماشية ازاي او الناس اللي هي بتتعاطف معايا باللي فيه النصيب، بتساعدني باللي فيه النصيب. بس انا برضو محتاج الدرجة الصيني دي اللي هو التوريسيكل الصيني على اساس ان انا ساعد بيه مع اكل عيشي، اتحرك بيه كده، اروح بيه كده، اروح بمشوار مع حد، اجيب انقل حاجة لحد. بحس ان انا برضو بتحرج من النوايا، يعني من القعدة ومن الناس اللي بتديني دي، ببقى الواحد محروق نفسيا في السن اللي انا فيه دي. بس انا الحمد لله يعني نرضى بقضاء ربنا، الحمد لله. ربنا يا رب يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض. الواحد لما بيسمع يعني حالة زي عم عبد الفتاح والراجل في ظروفه الصحية ديت، وشوف العفة، وشوف قد ايه يعني احراجه ان هو مش عايز حد يمن عليه او عايز حد يعطف عليه، او لا هو عايز يشتغل وعايز يعرق وعايز يكسب لقمته بعرق جبينه. انا كنت سليم، كنت شغال الحمد لله ومكفي بيتي مصاريفه، والحمد لله كنت عايش عيشه الحمد لله. الحمد لله. بس اللي حصل لي ده قضاء وقدر، راضي بيه الحمد لله رب العالمين. لا انا عايز، انا بحب يعني لما يكون في موقف ناخد منه درس وعبره. الدرس والعبره للشباب اللي صحته بسم الله ما شاء الله وقاعد في البيت، الدرس والعبره للشاب اللي ربنا مديله صحه وقوه وقاعد على القهوه او ما بيشتغلش او قاعد متكل على المصروف اللي بياخده من والده ووالدته. لكن شوف حاله عم عبد الفتاح، راجل ظروفه الصحيه عامله ازاي، وبيطلب من اهل الخير انهم هم يساعدوه بتروسيكل بحيث ان هو يكسب لقمته بعرق جبينه رغم ظروفه الصحيه اللي هو فيها. طبعا أهل الخير الأحباب اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم لقضاء مصالح حوائج الناس، عايزين ندخل السرور على قلب الحاج عبد الفتاح وأسرته، ونجيب له كرسي كهربائي عشان يعرف يتحرك بيه، يعرف يوصل المسجد يصلي، إن كان يروح مع حد في يعني المناسبات اللي عندهم في أهل البلد، إن كان يروح يعزي في حد، إن كان يروح واجب عند حد، فرح عند حد، يطلع يتمشى شوية كده، يقعد ناحية الغيط شوية، وبرضه نلبي له رغبته في إن احنا نوفر له تروسيكل يكون مصدر دخل ومصدر لقمة عيش له، وده مش كتير أبدا على أهل الخير. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله رب العالمين. نفسك في إيه قبل ما نختم اللقاء؟ نفسي إن هو في التروسيكل وفي الكرسي بس. طيب أنت عارف إن احنا بنصور الحلقة وهنزيحها على التلفزيون، فموافق؟ موافق طبعا، موافق. وربنا يجعله في ميزان حسنات اللي يساعدني ويقف جنبي ويجعله في ميزان حسناته ويستر دنيا وآخرة يا رب جميعا إن شاء الله. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، من هنا كانت وجاءت مؤسسة فذكر عشان خاطر تكون سبب لحضرتك وتشارك حضرتك في الأجر والثواب من باب الدل على الخير وعلى فعل الخير. أرقام مؤسسة فذكر ظهر قدام حضرتك على الشاشة، بادر وسارع في التقرب إلى الله عز وجل، واتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نفرح عم عبد الفتاح، نجيب له الكرسي الكهربائي ونجيب له برضه تروسيكل عشان يكون مصدر دخل له. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم إن شاء الله رب العالمين. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.